أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. مرحبا بكم في قناتكم على ربي. قصتنا اليوم ستكون بعنوان المحتال وزوجته، وهي واحدة من قصصنا الخيالية. كان يا مكان هناك رجل محتال وزوجته طردا من مختلف المدن التي سبق نقما فيها بسبب حيلهما التي تقع بسكان هذه المدن. في يوم من الأيام، بينما المحتال وزوجته مارين في رحلة بحثهما عن فريسة جديدة، إذ رأى من أعلى الجبل مدينة جميلة أعجبتهما، فقرر المكوث بها باعتبارهما غرباء ليمارسا فيها أعمال النصب والاحتيال على أهلها. في اليوم الأول اشترى المحتال حمارا وملأ فمه بحملات الذهب رغما عنه، حيث أخذه إلى حيث تزحم الأقدام في السوق. فلما وصل بدأ ينهق فتساقطت النقود من فمه، فتجمع الناس حول المحتال الذي أخبرهم أن الحمار كلما نهق تساقطت النقود من فمه. وبدون تفكير بدأت المفاوضات حول بيع الحمار الذي اشتراه كبير التجار بمبلغ كبير. أخذ التاجر الحمار وانتظر ساعات لسقوط نقود ذهبية، لكنه اكتشف بعد ساعات أنه وقع ضحية نصب غبية، فانطلق فورا إلى بيت المحتال وطرق الباب هو وأصحابه. فردت زوجة المحتال أنه غير موجود، لكنها سترسل الكلب وسوف يحضره فورا. عرف التجار أنهم تعرضوا للنصب مرة أخرى، فانطلقوا إلى بيت المحتال ودخلوا عنوة. فقال الرجل لزوجته: لماذا لم تقوم بواجبات الضيافة لهؤلاء الأكارم؟ فقالت الزوجة بعصبية: إنهم ضيوفك، فقم بواجبهم أنت. فتظاهر الرجل بالغضب الشديد وأخرج من جيبه سكينا وطعنها في صدرها. صار الرجال يلومونه على هذا التهور، فقال لهم: لا تقلقوا، فقد قتلتها أكثر من مرة وأستطيع إعادتها للحياة. وفورا أخرج مزمارا من جيبه وبدأ يعزف، فقامت الزوجة على الفور وهي أكثر حيوية ونشاطا، وانطلقت لتصنع القهوة للرجال المندهشين. نسي الرجال لماذا جاءوا وبدأوا يفاوضونه على المزمار حتى اشتروه بمبلغ كبير. وعاد الذي فاز وطعن زوجته بسكين، ولما وقعت الواقعة وماتت الزوجة صار يعزف فوقها ساعات فلم تصحو. وفي الصباح سأله التجار عما حصل معه، فخاف أن يقول لهم أنه قتل زوجته، فادعى أن المزمار يعمل وأنه تمكن من إعادة إحياء زوجته، فاستعاره التجار منه وقتل كل منهم زوجته. طفح الكيل مع التجار، فذهبوا إلى بيت المحتال ووضعوه في كيس وأخذوه ليلقوه في البحر، وساروا حتى تعبوا فجلسوا للراحة فناموا. صار المحتال يصرخ من داخل الكيس، فجاءه راعي غنم كان في جانبه فسأله عن سبب وجوده داخل الكيس وهؤلاء نيام، فقال له بأنهم يريدون تزويجه من بنت كبير التجار في المدينة، لكنه يعشق ابنة عمه ولا يريد بنت الرجل الثري. عرض المحتال على الراعي الحلول مكانه ليصبح زوج بنت كبير التجار، فوافق الراعي على الدخول إلى الكيس طمعا بالزواج من بنت كبير التجار ثري. فدخل مكانه بينما أخذ المحتال أغنام الراعي وعاد إلى المدينة. عندما أفاق التجار ذهبوا وألقوا بالكيس في البحر وعادوا للمدينة مرتاحين، لكنهم وجدوا المحتال أمامهم ومعه 300 رأس من الغنم. فسألوه فأخبرهم بأنهم لما رموه بالبحر خرجت حورية وتلقته وأعطته ذهبا وغنما وأوصلته إلى الشاطئ، وقال لهم بأن أختها الأكثر ثراء كانت ستنقذه وتعطيه ضعفي ما أعطته أختها الأخرى.
وأخبرته بأنها كريمة مع الجميع، وخصوصا من يلقي بنفسه من التل المطل على البحر. كان المحتال يروي لأهل المدينة حيلته الرابعة، فانطلقوا إلى تل مطل على البحر من أجل إلقاء أنفسهم بالبحر. وهكذا صارت المدينة بأكملها ملكا للمحتال وزوجته، ولم يعود بحاجة للتنقل ولا للاحتيال من جديد. إن وصلتم إلى هنا ندعوكم للإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ومشاركته مع أحبائكم. شكرا على المشاهدة، نلقاكم في فيديو جديد وقصة جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.